والناموس لكافة المؤسسات العملاقة المنطلقة في مساء هذا اليوم. مباشرة نسير إلى المقدمة الشبابية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بن مر بن حلوة ليضمرها في عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة على المركز الثاني وصول من الشاهينية لهيئة الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري. أتابع المركز الثالث هذه وهقة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيب خلفان على قويص من يتابعها في عملية التدريب والتضمير. انتقل بدوري إلى المركز الرابع بلقى هناك الوثبة لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي خذت المركز الرابع بينما المركز الخامس الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والمركز السادس القادمة هنا زعفران معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد يتولاها في عملية تدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز السابع هناك أيضا وصلنا إلى الوثبة لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز الثامن هذه الوثبة أيضا لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز التاسع القادمة العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيام محفوظ بخميس علي نيبي وعذاب القلب من شيء نشوفه يا أبو ناصر. بينما المركز العاشر الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار. نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط. المسار يسير وأيضا المسار يسير والتحية مستمرة هنا في أيضا في هذه الانطلاقات الشبابية ما زالت على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. خالد بن مر بن حلوة يقودها في عملية التدريب والتضمير. المركز الثاني الشاهينية قادمة خذت المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري. المركز الثالث هذه وهقة قادمة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن خلفان بن سيف القويص من يديرها في عملية التدريب والتضمير. الوثبة والوثبة قادمة واصلة في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس. مشاهدينا متابعين الكرام مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز السادس الشاهينية لهجن الرئاسة مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. القادمة زعفرانة الواصلة زعفرانة معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن أحمد من يقودها في عملية تضمير والتدريب. الوثبة واصلة لهجن الرئاسة بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وهناك أيضا المجازف من يأتي على المركز الثامن والتاسع. المركز العاشر أول دخول هناك أيضا لهجن نادي الشبا بقيادة سعيد بن سالم هنا بانطلاقة الشاهينية وتحدياتها المثيرة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. نعود إلى البداية هنا المستحيل. المستحيل بدأ يتقدم المستحيل بانطلاقة شعار هجن الرئاسة هنا على صدارة هذا الشوط. ولكن هنا المجازف يقدم لنا الشاهينية بشعار واحد مع المستحيل ومع المجازف هنا على المركز الأول والثاني شعار هجن الرئاسة. هذه الموسع العملاقة هنا الداعمة لرياضة الآباء والأجداد الداعمة هناك أيضا لرياضة الهجن العربية الأصيلة هناك أيضا على المركز الأول والثاني. بينما هنا وهقة خذت المركز الثالث ولكن الوثبة قادمة هنا من الجانب الأيمن هنا لهجن الرئاسة أيضا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتقدم من طلاقة الوثبة في هذا الشوط وفي هذا المسار. الشبابية وصلت هناك أيضا
وتدخلت لكي تشكل المربع الذهبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. خالد بن مر بن حلوة بيقودها في عملية تضمير المركز الخامس. الوثبة واصلة أيضا لهجن الرئاسة مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام يا سلام يا سلام، ياهي تحديات، ياهي إثارة مستمرة هنا منذ البداية وحتى خط النهاية. هناك أيضا أصايل هنا، هناك أيضا قد قدمت العرض الجميل والمميز هنا في سن اللقاية وسن الصغار، تاتي في سن الامتاع. هملولة وصلت دشت معاهن واسمها هملولة لهجن الرئاسة اللي ضمرها علي بن ميل. الوهيبي يتقدم الظاهر، يتقدم انطلاقة الهماليل، ولكن البداية وين؟ وين مع المجازف؟ مع المجازف هنا على البداية هلولة على صدالة هذا الشوط وعصاها في الابطان، عصاها في الابطان. اشكرك ولله درك يا المجازف هنا ايضا على البداية هلولة. المركز الثاني الوثبة أخذت المركز الثاني لهجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث وصول وتقدم من المجازف أيضا بانطلاقة الشاهينية. وصل الظافر، تقدم المستحيل، ولكن من الجانب الأيمن الشبابية عادت للمرة الثالثة على التوالي، تعود هنا إلى المقدمة في هذه اللحظات وإلى المركز الثاني. الشبابية هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. خالد بالمر بن حلوة يتقدم هنا في عملية التدريب والتضمير. رعبوبة قادمة هنا لهجن النايفات، من سجلت أفضل توقيت زمني حتى هذه اللحظات. راشد بن حمد بن حلفان يتقدم بن حلفان، ولكن المجازف هنا ياهي يا مالي المجازف. أمال كبيرة هنا من عشاق هجن الرئاسة تتقدم على البداية الأولى على صدارة هذا الشو. يا سلام يا سلام، هجن النايفات وهجن الرئاسة هنا على البداية. هجن النايفات تتقدم على البداية هلولة على الصدارة هلولة مع رعبوبة 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 تتقدم هنا على المركز الأول في هذه اللحظات. راشد بن حمد بن حلفان المري يقدم لنا رعبوبة كما قدم لنا أيضا أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام. هناك أيضا شعال، هنا أيضا أو شعاق، هناك أيضا قدم صاحب التوقيت الأفضل هناك أيضا على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط على البداية الأولى. سلام لهجن النايفات، سلام لهجن النايفات، سلام هناك أيضا، وسلام لك يا أبو حمد راشد بن حمد بن حلفان. هناك أيضا سلام ومسي بالخير هنا على المملكة هنا أيضا أعزائي المشاهدين على تقديم أيضا هذه النوعيات. وللمرة الثانية على التوالي مشكور يا بن حلفان. المركز الثاني الوثبة لهجن الرئاسة، المركز الثالث الشاهينية لهجن الرئاسة، المركز الرابع الشاهينية لهجن الرئاسة، المركز الخامس هملولة لهجن الرئاسة. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام النداء للخمس المراكز الأولى المتقدمة، تهانينا والناموس لهجن النايفات على تقديم رعبوبة، والتهني للمضمر راشد بن حمد بن حلفان المري، وسلام أيضا لهجن النايفات، سلام وسلام للمملكة، سلام. أعود إلى التوقيت الزمني عبر مخرجنا هناك أيضا الذي يأتي بكل صغيرة وكبيرة كل ما يدور من خلال هذا الميدان. 9:07 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصول من الوهبة لهجن الرئاسة هنا مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هناك أيضا على المركز الثاني ب9:07 من الثانية، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام وصول من الشاهينية لهجن الرئاسة مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 9:11 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. نتواصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاقة شو